السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع الجديد اللي راه يعني تمت الدراسة دياله، وسوف ينطلق ب يعني رسميا بحضور رئيس عبد المجيد تبون في منطقة ولاد فايت، في المنطقة في يعني الأرضية تكون مقابلة للأوبرا، أوبرا الجزائر في منطقة ولاد فايت أيضا، ويتربع على مساحة 74 هكتار، ويتكون من عدة يحتوي على عدة مساحات يعني مختلفة متخصصة في مساحة مثلا 3 هكتار مخصصة لاستديوهات التصوير، ومساحات أخرى مخصصة لقرية الفنانين، وكذلك منطقة للتعليم والبحث، وأخرى لحقول تاع هوائيات موسعة، وعدة مناطق متعددة الخدمات، وكذلك منطقة حرة. وللعلم أنه المشروع هذا سوف ينطلق في المنطقة الأولى والخاصة بمؤسسة التلفزيون الجزائري ومؤسسة البث الإذاعي والتلفازي، وكذلك مؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، والمؤسسة الإذاعة الجزائرية، وكالة الأنباء الجزائرية، وكذا قناة الجزائر الدولية. إذا كل هذه المؤسسات سوف تكون مجتمعة في منطقة معينة من هذا المجمع، المدينة حقيقة هي تعتبر مدينة إعلامية كبيرة كما قلنا، تتربع على ما لا يقل عن 74 هكتار في ولاية فايت مقابل في الجهة المقابلة لأوبرا الجزائر. إذن إن شاء الله يكون فيه مشاريع من هذا النوع، وكذلك يعني نعرف بأن فيه مشروع آخر مهم جدا ومهيكل لمدينة الجزائر، سوف يغير إلى الأبد الوجه تاع مدينة الجزائر، وهو مشروع المعارض، يعني مركز أو مدينة المعارض في منطقة المحمدية، اللي كذلك سوف يعطي كما قلنا وجه جديد للعاصمة. إذن نكتفي بهذا القدر، وسوف نتابع هذا المشروع بكل خطواته، يعني يوم بعد يوم بعد الانطلاق نتاعه سوف نوافيكم بكل تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الهام جدا، لأن الإعلام أصبح سلاح من أسلحة تاع الدول العظمى اللي مواجهت بها العالم بصفة عامة. إذا نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.